على مشارف العام السادس تقف تعز واحدة تعاني هجمات ميليشيا الحوثي وحصارها المفروض على المدينة منذ 5 سنوات، وهو ما يفاقم من معاناة السكان بسبب انقلاب الميليشيات الذي تسبب بتوقف الخدمات في المدينة ومحيطها. يرحل العام الخامس من الحرب عن تعز محملا بالكثير من الآلام، حيث العشرات من الضحايا سقطوا هنا بين قتيل وجريح ومشرد، كما أن الانتهاكات لم تتوقف خلال عام 2019 بحسب تقارير وإحصاءات منظمات ومراكز رصد محلية. أكثر من 3834 واقعة انتهاك ارتكبت من كافة الأطراف خلال العام 2019. هذه الانتهاكات للأسف يعني كان الرصيد الأعلى لها فيها لاستهداف المدنيين، والتي كانت أكثر من 2900 حالة استهداف مدني، إضافة إلى سقوط أكثر من 200 ضحية زراعة ألغام. 5 ملايين نسمة من السكان تتسع دائرة معاناتهم وتتفاقم أوجاعهم يوما بعد آخر منذ 5 سنوات من الحرب، في حين تتباطأ جهود تحرير المدينة نهائيا، وهو ما يرجعه قادة عسكريون ومسؤولون إلى غياب الدعم وعدم توفر الإمكانات على سبيل المثال في الجانب العسكري والأمني، الأمر الذي ساهم في تجميد بعض جبهات المواجهة بالمدينة في ظل استمرار سيطرة الميليشيات الانقلابية. المعارك الدفاعية والتي تمكن فيها الجيش الوطني من تأمين المواقع المحررة وتأمين الأرض المحررة والتصدي لهجمات الميليشيات الانقلابية التي حاولت بكل جهدها أن تحدث أي اختراق في جبهة تعز، لكنها لم تتمكن من ذلك رغم التعزيزات ورغم التحشيدات ورغم يعني المناورة بالسلاح والآليات، إلا أنها لم تتمكن من ذلك. الوضع الاقتصادي هو الآخر، لم يشهد أي تحسن، وعلى العكس شهدت أغلب المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمستلزمات الأساسية ارتفاعا في الأسعار مع غياب الرقابة وتلاعب التجار في القيمة الشرائية، وهو الأمر الذي كرس من تفاقم الوضع المعيشي وضعف من معاناة سكان المدينة. إلى جانب الملف العسكري المعقد والملف الاقتصادي المضطرب، شهد الملفان الصحي والتعليمي تحسنا طفيفا مطلع العام، وخصوصا الجانب التعليمي، حيث عادت بعض المدارس والمنشآت التعليمية للعمل وعاود الطلبة في بعض المديريات الآمنة للدراسة، إلا أن الملف الصحي كان أكثر العناوين الملفتة حيث اجتاحت العميات المدينة، كما سجل مكتب الترصد الوبائي ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالأوبئة الفيروسية القاتلة، خصوصا مع ظهور فيروس غرب النيل مؤخرا في أوساط المواطنين وتردي الخدمات الصحية في معظم المرافق الطبية وصعوبة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار. المواطن وصل إلى درجة من اليأس ودرجة من الإحباط لدرجة كبيرة جدا، قضت على معالم الآمال التي بدرت أو كانت لديه منذ دخول التحالف هذه الحرب واستعادة الشرعية اليمنية. شهدت عام 2019 تحسن ملحوظ في العملية التعليمية على مستوى محافظة تعز بشكل عام، وخصوصا في 18 مديرية وهي المديريات المحررة. العودة الملحوظة لكثير من المعلمين النازحين وكذلك كثير من الطلاب الذين تسربوا إلى خارج المدرسة عادوا إلى فصولهم الدراسية. تتلاشى تطلعات السكان هنا بتوقف الحرب وفك الحصار، ومعها تبقى الأوضاع شاهدة على هجمات الانقلابيين التي استهدفت البنية التحتية وتسببت في تدهور الحياة. ليرحل هذا العام، لكن ذكرياته وأوجاعه لدى السكان ستبقى هنا إن لم تنتقل معهم إلى الأعوام القادمة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.